بيبي يا بيبي بيجور لي جلامبي عرفتي بلوغرتكم مريضة وصفت لي واتساب كل انسان صفت لي واتساب لا برا شو جوان انا في هوكا لا سي بيان بون شوفوا نقول لكم من دابا راني ناويه ناكل واحد اللقمه جايبه معايا الدواء تخيلوا وليت الا بغيت ناكل كنفكر 180 الف تفكير يا خويتي وقال لك ماشي تابعة ولا دابا اختي حتى شنو بغيت باش مريضه مريضه بجرته ما كل معايده عاتي بيني وبينكم ما كرهتش نمشي واحد 3 جوغ ما حدني في تركيا نمشي شي بلاصه شي بودروم ولا ما حد بدا شي توي الحال وناخذ شي اوتيل هكا يكون زوين على البحر ولا على البوسفور ولا واتامل في الدنيا ما خص دير متاخر كويري شنو نديرو ما تتحشميش غلامور واش كتسمعوني بغيت غلامور كاين الفن كاين الحزاق اللي ملق لا اختي انا ما نخدمش بوغ لو بليزير انا نخدم باش نخلص لي فاكتور كتسمعوني هو المهم سدو عينيكم حلموا معايا هكا بوحدي كنهضر على بوحدي حق الله ما يعني بغيرو ما كرهت خويا جيبوا لينا ديك اللقمه يعطيكم بقى ما جبتوها لينا حتى بينا نموتو ولي خويا ريوقه بقيت ولا ساعه ندوزو البلاطويه ونشوفو ماشي البلاطويه يمكن عندها ديال النعاش وكوفي ها أجن شوف راني معولة لا طب شوية لقلامو اختي تأثرت جاتني مكالمة ودارت لي التليفون ما بقى باين يطلع ما بقى باين يهبط ما بقى باين حتى شي حاجة اختي راه زوينة هاد البلاد زوينة انا بصراحة جيت قديت شي مسائل ديالي خاصة قديت شي العيبات ديالي خاصة صافي يا تركيا واش عرفتي انا شحال من عام عندي وانا كنجي لهاد تركيا انا حتى ترجليه في تركيا يمكن انا نقول لكم بالضبط فاش بديت كنبيع الحوايج 2014 كنت كندير الباليزه اللي خلاها بعدا هو كنت كندير الباليزه في الطوموبيل يا مازال ما كاينش حد في مراكش غير في مراكش ديك الساعه كنت كنبيع حتى في فرنسا ف Qu'est-ce que t'en penses, Sonia Ngadi, tout ce qu'ils disent Non, je pense pas. Arrêtez de prendre la nasakar chouma. Non, si, mais je suis. Mais je suis. Non, non.
ويلي انا بديت قديم انا بعدا شوفو انا طاحو في الشرويط والله الا طاح في الشرويط بالله دابا انا تما عاش منو صافي الحمد لله لي بون بلون اون تركي يا بوكو دو شوز افير اي افوار اي لانفيستيسمون اللي كيف تعرف انا بحال دركا البيتكوين انا كانوا عندي دي بيتكوين في 2017 في تركيا شريت البيتكوين في 2017 في تركيا صرفتهم في 2018 في تركيا طردقتهم وهبط بالكارطه ماشي علاش كتعوجو ديك حيت وجهي عوج اصلا فكاين عندك البيتكوين ديك الساعه مازال ما الناس عارفين شنو هو البيتكوين تعاملت به كنت اختجني انا صافي ولكن حبيبتي نزهه عندكم بزاف كاينه الخدمه في تركيا كاين بوكو دو شوغا اخو في تركيا يعني ما كاينينش كشار كاين بزاف د الحوايج في تركيا كاينين الناس اللي كيطلعوا كيديروا دي بارتناريا داكشي ديال التبني وداكشي ديال لاسانسور وداكشي ديال الكاغلاش داكشي ديال الرخام واش عرفتي شحال فيه الفلوس ما راه انا لقيتو بيت نقلبوا الوجهه اخرى غير الرجال ما فيهاش الشمره ما عرفتش كنت كنجي لتركيا ديك الساعه ما كانش الشمره قسما بالله الا مره وحده مغربيه هكا في اللاش ديالي اي ما كدور في تركيا محل ديال خزف اللي كان عندكم في سنتر بن عمر في فوق البخومي غيطاج سنتر بن عمر غادي يبان لي الصغار وين راه كاين هاد لا مرق هي انا التجارة الإلكترونية بيان سور وين التجارة الإلكترونية من عند نشوفو من عند عطا الله ميدي من المغرب عطا الله ميدي جاني البرد حيت مريضه واحد حق الله ربي اللي عالم بيا مريضه غادي ا دو الوغ باش درب عمر لا في السونتر غالري سونتر بن عمر ماشي درب عمر يا لا لا شكون جا عليها يزرق تبارك الله حبيبتي لا باش نقول لكم فهمتوا الانسان الا ما لقاش رزقو في المغرب يخرج بلاد اخرى كاينين بلدان اخرى سون فيزا كاينين بلدان اخرى اللي كيقلبوا على لي لي لا مان دوف تكون زوينه وعلى لو سافوار فير ديال المغاربه انا المغاربه راه كيخدموا تبارك الله وعندنا واحد الاقبال تبارك الله الافتتاح يا سي غادي تجيو عندي الافتتاح وين بغيت نضحكوا فيكم المراكشيات يا سي غادي تجيو ندير لكم بنات ليليش في الافتتاح غندير لكم سبيسيال بنات ليليش لكاع الكازاويات اللي ما قدروش يحضروا بنات ليليش غنجيبهم لكم من السنتر بن عمر وما كاين غير انا وجيراني الله يدخلني ويدخلهم عليا بالرضا وبالصحه والسلامه بصحتي الناس ما عارفينش ديجا انا خديت تمايا و مشيتش الناس اللي تكلفوا لي بالكاب وهذا وبزاف الحوايج انا ما ساليش مازال ما حضرت على جيراني قلت لهم نقول لهم جارتكم كلامور انا في الصواب والادب ويلي بصح انا جيت السعودية وخدمت بيان سور ايوا هذاك اللي كتب ديك الكلمه راه هذيك الكلمه اللي قلتي راه اش غنقول لك حميشه توحشتك حفيصه الزوينه tu reviens quand à Paris je reviens le mois prochain à Paris inchallah ان شاء الله نوجد لكم شي حاجه في باريس هاد نسولك واش بارده تركي واش دابا انا كتشوفيني لابسه المايو قدام البحر يعني كون ما كانتش بارده ما غاديش غندير هادي كتعجبني بزاف انا وحده فواحد الفتره انتقاليه ان شاء الله لكن عندي ولد صغير
نصيحه شنو تقدري تقولي ليا؟ الولد الا كاين اللي يقبضوا لك يقبضوه لك، راه ما فيها حتى شي عيب. خلي ولدك عند امك ولا عند اختك ولا دا وتخرجي تدبري على راسك، راه الوقت ما فيها ما يتعال، راه الوقت بات المرا خصها تخدم. انا بعدا شوفوا انا الا ما خدمتش كيشدني نسولي بس انا مي فوياج. شوفوا الناس كتمشي لي فوياج، انا جو فوا مع كامل احتراماتي كاع الناس كتمشي لي فوياج كتجي 3-4-5 فاليز افيك الاطقمه اللبسه اللي كتجي مع الصاك والصاك اللي كيجي مع الصباط وهذه خاصكم. انا كندمق، انا من الناس اللي ما كتحملش صوب البريزه وما كتحملش الماكا، كاينه شي حاجه نبيع ونشري بها راس المال صغير عارفه. ديري شي بيجامه في الدار، ديري بيجامه مع البانطوفات مع ديك النونسات ديال الشعر، ديري حويجات نتاع الدراري الصغار، ديري المانطا دروك داخل المانطا الكويتات صافي. ديري 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 سميتهم، ديري لي زور والحبس. والحبس فاش كنتي جالسه اشنو كنتي كديري زيد لا خدمه؟ لا كنت كنخدم، تعلمت الخياطه، كنت كندير الثياب، كنشطرت بلي كنكتب خواطر، كتبت مسرحيه مع واحد البنت سميتها غزلان، كنت كنصاوب واحد الرقصه ديال تعيد العرش، درت دي شوز. سكينه ما بقى ما يدار عندك، بقى غير خروفه، انا ماني باقي عندي.